قراءة جديدة في التاريخ عن الكنز المفقود. اليوم نستضيف عالمة مصرية عاشقة لتراث مصر وخبيرة في الآثار، شاركت في حملات عديدة لاستعادة آثارنا من الخارج. عالمة المصريات الدكتورة مونيكا حنا. هل في جهود واضحة من الدولة المصرية حالياً في ملف استعادة الآثار المنهوبة في الخارج؟ في بقى محاولات لاستعادة الآثار، بقى في كمان دلوقتي الانتربول بقى شغال إنه تهريب الآثار بقى جزء من الجريمة الدولية. حضرتك دلوقتي بتقولي إنه يعني خلينا دايما نستعمل كلمة التراث المصري وليس الآثار المصرية. أنا بفضل التراث المصري، نفسي الحقيقة إنه مصر يكون فيها هيئة عليا للتراث المصري. الأطفال في مدارسنا هل يعلموا شيئاً عن المصريات؟ للأسف هي كتاب الدراسات الاجتماعية يعني مش شايفة إنه قادر إنه يخاطب الأطفال عن آثار مصر المنهوبة وعن جهود استعادتها من الخارج، عن سرقة التاريخ والمحاولات المستمرة لتشويه حضارة المصريين. حديثنا اليوم من مصر. حوار جديد في حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساءً على قناة مصر الأولى.